السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في هذا الدرس. في هذا الدرس سنأخذ مراجعة بسيطة على الفانكشنز. الفانكشنز في داخل لغات البرمجة بشكل عام هي طريقة من خلالها ممكن نجمع عدة أكواد ونناديهم مع بعض. فعشان هيك راح أعمل هنا فولدر جديد من خلال الذهاب إلى Open Folder Visual Studio. نقدر نفتح لوكيشن معينة، أوكي، ونعمل مشروع جديد. فبنقدر نعمل هنا create new file، وبعدين بعمل save as، بختار من ضمن الخيارات JavaScript. في عندي هنا JavaScript، ECMAScript، راح اكتب هنا functions. تمام. الفانكشن عشان نعرفها في داخل لغة الجافا سكريبت ببساطة جدا، بإمكاننا نيجي هنا ونكتب فانكشن. طبعا في لغة ثانية ممكن تكتب فن أو فانك، بس في الجافا سكريبت واضحة زي الـ PHP فانكشن. بعدين بكتب اسم الفانكشن بدي اياه، مثلا نعمل فانكشن اسميه say hi، وداخل الفانكشن ممكن نيجي نعمل console.log نكتب هاي، بعدين نحط سيميكولن. طبعا عشان ننادي الفانكشن بنستخدم اسم الفانكشن، فهيك احنا بنعرف فانكشن عشان نناديه بنستخدم اسم الفانكشن اللي هو say hi، وبنحط الاقواس الخاصة بالكول. طبعا عشان نشغل الفانكشن البسيط اللي عملناه نقدر نعمل run and debug not، فراح نشوف في الكونسول تحت هاي. عظيم. الان ايش ممكن ايضا نعمل؟ ممكن نمرر باراميتر للفانكشن. يعني ممكن اجي اعمل فانكشن ثاني سميه فانكشن، اعطيه output، اسمي الفانكشن output، وروح اعطيه تكست او نص. هذا الفانكشن راح ناخذ باراميتر بداخله، وبعدين نطبع الباراميتر اللي عندي. فممكن انا انسخ الكونسول لوج هاي اللي كتبناها، واجي احكي بدل ما تعمل كونسول لوج هاي روح اعمل كونسول لوج للتكست هذا اللي بنمرره. فببساطة جدا بقدر اجي اعمل هنا output، واجي امرر له النص اللي بدي اياه، هيلو green backend مثلا، حط نقطتين واعمل run. بنشغل الكود. فين هنا inspector؟ لحظة، run as in debug. طبعا اشتغل عندي، بس اتأكد ان الكود صحيح. function output، نعطي التكست، بعدين بنادي الاوتبوت اللي عندي بهذا الشكل. نعمل جافا سكريبت ديبوك تيرمينال، اوكي، اي ديبوك كونسول. لما نيجي نعمل run start debugging اختار نود، تلاحظ هنا بعطيني هاي، بعدين بعطيني الكلمة الثانية طبعاً هيلو green backend. عظيم. نقدر نسكر التابس، نرفعهم لتحت او نعمل كلوز. فهيك انت صار عندنا طريقة ان احنا ننادي function عادي، بنفس الوقت عندنا طريقة ننادي function ونمرر له parameter، طبعا نطبع البارامتر. طبعا انت ممكن هنا تيجي تحكي انا بدي اطبع output فاضي. طبعا لما تيجي تعمل output فاضي وتعمل start debugging، تعمل هنا run، تكبس على الفايل، تيجي على terminal اللي عندك start debugging،
نوت جي اس لازم يشتغل عندك، ما اشتغل لازم نعمل ليجاسي، تروح على run start ليجاسي. طب اذا ما بيشتغل عندك بكون في مشكلة في الاعدادات، فبدك تروح دائما على الجافا سكريبت ديباج و ديباج كونسول run and debug. اذا نطبع العبارة اللي هي output نعطيه hello او نعطيه فراغ، شو راح يعطيني undefined؟ ليش بعطيني undefined؟ لانه احنا مش مررين قيمة هنا في التكست. طيب لو جيت هنا حكيت لك نمرر قيمتين، بنمرر القيمة الاولى والقيمة الثانية، بحط بينهم فاصلة. القيمة الأولى هلو، القيمة الثانية green backend، يعني بدل ما مرر جملة على مرر جملتين. شو بتتوقع راح يصير؟ اللي راح يصير انه لما نعمل run تلاحظ انه راح يعطيني JavaScript debug terminal. لما نيجي نكتب هنا نود، بعدين نكتب اسم الفانكشن اللي هو 08 شحطة. اوكي كده نستخدم هاي الطريقة في تشغيل اكواد. تلاحظ لما اول مرة طبعنا طبع لي هاي اول مرة لفوق، بعدين هلو green backend هي هاي العبارة، بعدين طبع لي هلو لحالها للبارامتر الاولى بس ما طبع لي كلمة green backend. فاذا بتعطيه اكثر من بارامتر للاوتبوت بدك تيجي تعطي مثلا text 2. اوكي ونعمل console.log لtext 2، فهذا بعمل سيف، بعدين بعمل نود 08. تلاحظ راح اعطاني الفانكشن، راح اعطاني hello بعدين undefined، لانه في المرة الاولى انا اديت hello بعدين اعطيته undefined، يعني ما مررت اي قيمة ثانية للtext 2. في الحالة الثانية مررت انا hello ومررت كمان green backend فطبع لي هلو جرين باكند. فالمرة الثالثة لا مررت لا هلو ولا مررت جرين باكند، فراح اعطيني undefined undefined. هلا ممكن احنا نعمل شغلة حلوة انه بدل ما نيجي نعمل بهذا الشكل ممكن نيجي نمرر الباراميترز الفانكشن في باراميتر واحد، يعني باجي بسميه هنا strings مثلا str strings هسه مثلا، او بدك تسميها params. ممكن نيجي القيم هاي نحطها في داخل array ونمررها، ولما نيجي نشتغل على البرمز بنيجي نحكي برمز دوت شيفت، فالشيفت باخذ العناصر الاول، بعمل شيفت كمان مره برضو اخذ العنصر الثاني، فالشيفت تاخذ اول عنصر بترجعه، بعدين تاخذ العنصر الثاني بترجعه بتشيله من البرمز. فبقدر الآن أرجع هنا على التيرمينال أكتب نود فانكشن 8، شو راح تعطيني هاي هلو جرين باكن، طبع لي إياها بكل سهولة. طبعا إذا سبتها فارغة، إذا طبعت أوتبوت ما مرت شيء، طبعت أوتبوت ما مرت شيء شغل، راح تعطيني سنتكس إيرور. تمام راح تك سنتكس ايرور، لكن انت مررت اوتبوت فاضي، فلازم على الاقل على الاقل تمرر اوتبوت فارغ. لا undefined undefined.
احنا ممكن نعمل فحص مثلا هنا if على سبيل المثال params dot length اكبر من زيرو، اطبع لي العبارة الاولى if برمز اكبر من زيرو، اطبع لي اياهم الثنتين، يعني ممكن بطريقة مختصرة عشان ما يصير عندي ايرور وما يعطيني undefined undefined. هلا اذا انت تمرر undefined output فاضي، تعمل نوت، تلاحظ راح يعطيك خطأ انك انت تمرر element فاضي، فلازم نيجي نفحص if statement if there is bottom، اذا في عندي bottom. طب اذا انت بتيجي بتفحص if bottom، نيجي بنعمل نود، شو راح يعطينا خطأ؟ لانه اذا في bottom فقط راح نمشي في الكود، فما راح يعطيني syntax. لكن اذا شلت هاي الجملة if bottom اللي تغطي الكوس الاف statement وجيت كتبت نود، راح يعطيك error، syntax error، لانك انت بتنادي اشي اصلا مش معرف مش موجود. تمام. طبعا الفانكشنز بشكل عام في داخل الجافا سكريبت، يعني بامكاننا نوسعها بشكل اكبر من الشكل الموجود. يعني بامكاننا مثلا طبعا ممكن نعمل ريدو، لحظه، اديت ريدو، اديت ريدو، ريدو ريدو، اوكي احنا فحصنا اف برامز. بس فانكشن في داخل الجافا سكريبت بامكاننا نتعامل معها بشكل اوسع من الطريقه اللي احنا اشتغلنا عليها. يعني بامكاننا نمرر مش بس باراميترز از ان اري، زي مثلا عملنا هنا اوتبوت، بعدين دخلنا عده قيم. بامكاننا نتعامل فيها بشكل اخر ايضا الفانكشنز، بامكاننا نتعامل مع فانكشن ترجع عدة قيم. يعني ممكن نيجي نعمل function، نعمل عمليات حسابية مثلا دعم المجموع، بدخل مثلا number 1 number 2، بعدين بعمل return ل number 1 plus number 2. فممكن نيجي نعمل متغير اسميه result او نتيجة، النتيجة هاي تساوي sum ل رقم 1 ورقم 3 و4. بعدين النتيجة هاي نيجي ندي function ثاني اللي هو output يساوي لنتيجة جمع الريزلت. فإذا بتفتح terminal عندك تيجي بتعمل node 08 تكبس انتر، راح يعطيك احنا هنا عملنا حفظ، لحظة اتأكد من clear، شغل اوكي سيدي. غيرنا الدايركتوري، لحظة نقدر نسكر هاي، نعمل run and debug node script debug terminal، نكتب node اللي هو اسمه function 08 functions. طبعا احنا الان ايش بدنا نعمل؟ نعمل sum لرقم مثلا زي 3 و4 ونطبع النتيجة في الاوتبوت. بس الاوتبوت اللي احنا عاملينه ممكن صار ياخد باراميترز، فعشان باخد باراميترز بدنا نمرره بهذا الشكل. هلا عشان نطبع نعمل نوت، تلاحظ راح تعطيني 7 3 و4 7، بس ايش عندي باراميتر 2 لانه في عندي هنا باراميتر دوت شيفت احنا عاملين. فممكن نيجي نفحص if statement اخرى، اذا length اكبر من 1 اكبر او اكبر من 1 يعني length 2، روح اتبع الشيفت، فما راح يعطيني undefined كم مرة. فبقدر اجرب، طلع بس راح يعطيني هلا هاي هلو بعدين 7.
فهي بشكل عام كيف ممكن نتعامل بالفانكشنز كمراجعة سريعة على الفانكشنز في داخل جافا سكريبت. في الدرس التالي راح نبلش في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، البرمجة كانت التوجه، كيف تعمل مع الأوبجكت، نعرف أوبجكت، وهذا الأوبجكت اللي هو عبارة عن فانكشن، فانكشن is an object في الجافا سكريبت، كيف هذا الأوبجكت ممكن نتعامل معه من خلال ننشئ عدة أشكال للأوبجكت أو البلو برينت يكون عندي عدة أشكال. فراح نشوف إن شاء الله في الدرس التالي نتعرف على جميع الطرق اللي إنشاء الأوبجكت وتعامل معها في بيئة تطوير جافا سكريبت. تحياتي لكم.